الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، هذا برنامجكم المبارك الفرائد المكية، وقد مضى الحديث عن مكة لغة وفضلا، وعن نبيي الله إبراهيم وإسماعيل، وبينا أن بعد ذلك سنشرع في الحديث عن بناء الكعبة. والكعبة بيت الله الحرام، وما أجمل أن يتحدث الإنسان عن الكعبة وهو غير بعيد عن ظل الكعبة. فنسأل الله تباركت أسماؤه الذي رزقنا جلالة وحرمة المكان أن يرزقنا حسن البيان. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لابد أن نفقه أولا المرحلة الزمنية التي رفع فيها خليل الله وابنه إسماعيل القواعد من البيت. إبراهيم وضع إسماعيل مع أمه، ولم يبني البيت إلا بعد أن بلغ إسماعيل مبلغ الرجال وتزوج. إذن هناك مرحلة زمنية ما بين بناء البيت وما بين قدوم إبراهيم أول مرة إلى مكان البيت. هذه المرحلة الزمنية هي التي سكنت فيها جرهم ذلك المكان، عندما اصطلحوا مع هاجر أم إسماعيل على أن يكونوا جيرانا لها. في هذه المرحلة كان العماليق وجرهم يعبدون الأوثان، فأمر الله عز وجل خليله إبراهيم إذا بنى البيت أن يطهره، ويشمل هذا التطهير من كل شيء، من كل رجس، من كل وثن، من كل صنم، من كل بدعة، من كل ما يخالف شرع الله. ولم يكن إبراهيم يعلم عينا أين قواعد البيت، فهو يريد أن يعلم مكانها حتى يقوم برفعها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فيقول بعض أهل العلم إن سحابة أظلت مكان البيت، وبعض أهل العلم يقول جاءت ريح فكنست ما حول البيت حتى يبين لخليل الله إبراهيم. لكننا على يقين أن رب العالمين بين لإبراهيم قواعد البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، على أي أسس؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أن طهر بيتي، أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بنى خليل الله إبراهيم البيت، ومعه ابنه إسماعيل حتى ارتفع البناء. بناه خليل الله منضدا، أي لم يجعل شيئا ما بين الحجر والحجر، فجعل الحجارة متراكما بعضها على بعض، وهذا يسمى تنضيد، مثل ما تراه في الرطب، مثل ما تراه في الموز، فهذا كله متراكم بعضه على بعض، كما قال ربنا جل وعلا: وطلح منضود، وقال كذلك نضيد في قضية الرطب. ولم يجعل خليل الله عز وجل للكعبة سقفا، لكنه جعل الجدار من جميع جوانبها، جعل الجدار من جميع جوانبها. هذا البيت أضحى مختلفا عن البيوت التي حوله، فقال الله عز وجل في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. فالله عز وجل سمى بيته بالكعبة، والكعبة الشيء الظاهر البارز الذي يختلف عما سواه، وهذا أصل جذر كلمة كعب في لغة العرب. فالفتاة إذا برز نهداها يقال لها كاعب، وما ينتأ من عظم في أسفل القدم يسمى كعب. فلهذا سميت الكعبة بالكعبة من هذا الجذر اللغوي، مع الفارق العظيم في المعنى، لكن الجذر اللغوي الذي جعل الكعبة يطلق عليها دون سواها الكعبة أنها تتفاوت عن أي بناء معروف. هذا معنى الكعبة. البيت كل أرض أحاطها الجدار من جهاتها الأربع يسمى بيت. الحرام لأن الله عز وجل حرمها، وهي عظيمة الحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يبصرها: ما أعظم حرمتك عند الله. فربنا عز وجل يقول هنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. هذه الكعبة قلنا بنى خليل الله إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل حتى ارتفع البناء، فجاء إسماعيل بصخرة ليرتقي عليها أبوه، فارتقى فأظهر الله عز وجل في تلك الصخرة الصماء أثر قدمي إبراهيم. عرف بعد ذلك ذلك الحال بمقام إبراهيم، كما جاء في لامية أبي طالب الشهيرة.
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. وذكر فيها مقام خليل الله جل وعلا إبراهيم، وجاء القرآن ليقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. شرع الله عز وجل الطواف بالبيت، ولم يشرع الله عز وجل الطواف بأي بناء على الأرض إلا بيته الحرام، إلا بيته الحرام. فحتى المسجد الحرام البنيان الذي حول الكعبة لا يجوز الطواف من ورائه، لا يجوز الطواف من ورائه، يعني لا يجوز لأحد أن يطوف بالمسجد والكعبة معا من وراء المسجد، إنما الطواف بالكعبة. فيجوز الطواف بالكعبة من أي مكان في المسجد، لكنك لا تخرج خارج المسجد الحرام ثم تطوف وتقول أنا جمعت الطواف ما بين المسجد الحرام والكعبة، فالطواف لا يكون إلا بالكعبة. فأي بناء على وجه الأرض قائم اليوم أو كان قائما أو سيقام لا يجوز الطواف حوله البتة. الطواف عبادة تكون لله ولا تشرع إلا حول بيته العتيق، قال رب العزة وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة لما طاف جعل البيت عن يساره، وبدأ بالحجر وانتهى عند الحجر، بدأ بالحجر وانتهى عند الحجر. هذه الكعبة المعظمة المشرفة التي تراها الآن مرت بمراحل في بنائها، فخليل الله عز وجل لم يجعل لها سقفا، لكن قريشا لما عادت بناءها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في 35 من عمره قبيل بعثته بخمس سنوات كان معهم، جعلوا لها سقفا. فلما جعلوا لها سقفا اضطروا إلى أن يجعلوا لها ميزابا، فجعلوا لها ميزابا، وهذا الميزاب القائم الظاهر في بيت الله جل وعلا كما هو الحال اليوم. ممن جدد بناءها عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وأسماء أخت كبرى لعائشة، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نساؤه رضوان الله تعالى عليهن نقلن إلينا ما حفظنا من سيرته وسنته وأحاديثه. فأخبرت عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. فلما آل الأمر إلى عبد الله بن الزبير في ولاية الحجاز وعاد وهدم الكعبة وعاد بناءها أدخل الحجرة وجعل لها بابين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب. فلما آل الأمر إلى عبد الملك بن مروان الذي بعث قائده الحجاج بن يوسف، فقتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير وصلبه في الخبر المشهور. فلما رأت أمه أسماء ابنها عبد الله بن الزبير مصلوبا قالت أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، فاستحيا الحجاج وأنزله من خشبة صلبه. ثم إن الحجاج أعاد بناء الكعبة فهدمها. وهنا دخل الحس السياسي التاريخي إن صدق القول أو صدق قول المؤرخين، لأنه أراد أن ينقض بناء عبد الله بن الزبير فهدمها وأخرج الحجرة وأعاده كما كان. وأنت ترى الآن أن الحجرة خارج البناء وجعل لها الباب كما كان، وردم الباب الذي بناه ابن الزبير، والباب الذي بناه ابن الزبير هو مقابل للبناء لباب الكعبة الحالي من الجهة الأخرى، مقابل من الجهة الأخرى لباب الكعبة الحالي، لكن ابن عبد الملك بن مروان ردمه على يد عامله الحجاج بن يوسف. ثم ندم لما علم بالحديث. فلما آلت الخلافة إلى بني العباس أحب بعض خلفائها أن يعيد بناء الكعبة، فبعث إلى مالك بن أنس عالم المدينة في زمانه، فنهاه مالك بقولته الشهيرة يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك فتذهب هيبته في الناس. والحمد لله جل وعلا، بلادنا المباركة، دولتنا المباركة، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لا يحرصان على شيء أعظم من أن تبقى هيبة الكعبة. وأنت كما ترى هيبة الكعبة ولله الحمد باقية، وستبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا البنيان العظيم الكعبة جعله الله عز وجل قبلة لنا أحياء وأمواتا،
ونبينا صلى الله عليه وسلم كان وهو في مكة قبيل الهجرة يصلي بين الركنين اليمانيين مستقبلا الكعبة والركن الشامي في آن واحد، يعني يصلي في الجهة الجنوبية. فلما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يؤم المسجد الأقصى، يؤم بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ونحن معشر المسلمين إذا دفنا موتانا ندفنهم على الجنب الأيمن ونجعل وجههم تجاه القبلة، ونجعل وجههم تجاه الكعبة تجاه القبلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المسجد الحرام قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. هذه الكعبة المشرفة في آخر الزمان يأذن الله عز وجل أن تهدم، ويسلط الله عليها رجلا يأتيها من الحبشة فيه عاهة في جسده، فيسلط الله على أعظم البيوت حرمة رجلا فيه وفيه وفيه من النقص، وحتى تعلم أن الكمال لله جل وعلا وحده. فإذا الكعبة وهي الكعبة هدمت، فمعنى ذلك أن اقتراب ذهاب الكون كله قد دنا، فلا يكون هذا إلا في آخر الزمان، فلا يكون هذا إلا في آخر الزمان، وهذا مؤذن بقيام الساعة. وكذلك الأشياء إذا اكتملت وتمت فإن ذلك مؤذن بزوالها، والله عز وجل أخبر أن الأرض تبدل وأن السماوات تبدل، وكذلك قضاء الله جل وعلا في قدره، الله خلقنا أطوارا، فحتى الرجل منا إذا اشتد يبدأ بعد ذلك إلى أرذل العمر. فالمقصود ما يتعلق بهذه الكعبة المشرفة. قلنا إن الله عز وجل شرع الطواف بها، والطواف يقع ركنا ويقع واجبا ويقع سنة نفلا، فيقع سنة نفلا في أي وقت يستطيع المؤمن أن يطوف بالبيت العتيق، وهذا من أعظم القربات. وأما يقع ركنا فهو طواف الإفاضة في الحج، وأما أن يقع واجبا فهذا طواف الوداع عند جماهير أهل العلم، وأما طواف القدوم فإن الأكمل الإتيان به، وإن لم يتأتى للمؤمن أن يأتي بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا فلا حرج عليه ولا يلزم منه أن يعيده. أما العمرة فليس فيها إلا طواف واحد طوافها طواف الركن، بقينا في طواف الوداع هل هو من النسك أو هو حق للبيت، فيه خلاف معروف بين العلماء، لكن ينبغي أن يعلم أن حق الطائفين ببيت الله بالكعبة أولى وأحق من حق المصلين والقائمين والعاكفين ومن يأتون إلى البيت الحرام في العشر الأواخر مثلا من رمضان أو في غيره للصلوات، لصلاة التراويح أو لصلاة التهجد، فإن حق الطائفين بالبيت أولى، فالله عز وجل قدم الطائفين على غيرهم لما ذكر بيته العتيق الكعبة. وقد قال الله عز وجل في سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن المراد بهذه الآية هو طواف الإفاضة الذي هو أحد أركان الحج المعروفة. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال ببيت الله الحرام الذي قال الله فيه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والحمد والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.